مهرجان الجريجعان في البصرة هو مهرجان فلكلوري شعبي يقام في منتصف رمضان في البصرة، ويرتدي فيه الأطفال الملابس التراثية والزي العربي، ويحملون سلاح أو سلال مصنوعة من السعف، يجوبون الشوارع، يغنون أغاني تراثية، ويطرقون الأبواب للحصول على الحلوى من الناس. دعونا نشاهد هذه الصور لأطفال البصرة في جريجعان، طبعا في بغداد، أعتقد يسمى ماجينا. هذه الصور من البصرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يسمى قريقعان، يسمى جريجعان. أو قرقعان، نعم، تسميات عدة لهذا المهرجان. نعم، في ظل هذه الأجواء الجميلة، إلى أن كاميرات المراقبة وثقت لحظة انفجار قنبلة غاز مسيلة للدموع أطلقها منتسب بالرد السريع في البصرة، استهدف بها مجموعة من الأطفال في ليلة القرقعان، والسبب هو انزعاجه من طرق الأطفال لبابه في هذه الليلة، مما أدى إلى حدوث حالات اختناق بينهم فضلا عن ترويعهم. دعونا نتابع المقطع. كاميرات المراقبة لتجمع الأطفال في البصرة في تجري هذه العادة في منتصف شهر رمضان قريقعان، يتم يقوم الأطفال بها بالتجوال في الشوارع لجمع الحلوى والنقود. هذه اللحظة يطلق هذا المنتسب في الرد السريع، يطلق قنبلة مسيلة للدموع على الأطفال، والسبب هو انزعاجه من طرق الأطفال لباب داره.